دابا غادي نفتح واحد القوس على قلتي المخطط المغربي الاخضر، لانه قلت لكم حنا كان عندنا البوتنسيال ده مليون هكتار. الاخ هو دابا قال لك عندنا ما يناهز اكثر من 2 مليون هكتار ماشي مسقيه، مجهزه للسقي. انا اللي في علمي 1700، دابا حتى الارقام تتضارب. وزاره الفلاح تقول لك عندي 1,700,000، نمشي انا للفلاح واخا تنعتقد بانه راه اكثر. تيقول لك عندنا 1,000,000 هكتار مجهزه في الدوائر السقويه. شنو هي الدوائر السقويه الكبرى؟ فيها 700,000 هكتار، ولا بوتيت موين هيدروليك، الدوائر الصغيره والمتوسطه اللي عندها نظام خاص بها 300,000، هي مليون. وعندنا 1,700,000، هاد 700,000 خطار شنو هي؟ وهي ما يسمى دابا بليريغاسيون انديفيديوال بريفي، خاص، سقي خاص. شنو هو الفرق بين الجوج الاولين وهادي؟ في الدوائر السقويه الكبرى ولا المتوسطه عندها انظمه دو غوفرنونس ديال الحكامه، رغم المشاكل ديالها وداك الشيء، رغم، ولكن على الاقل كاين مؤسسات اللي عندها اشراف على هذاك الماء. عندنا وزاره الماء هي اللي مكلفه بلي لاشيدو البراج، ما فيهش الماء يتسد الروبيني ولا الماء قليل يتسد. وعندنا المكاتب الجهويه الاستثمار الفلاحي اللي هي عاوتاني تشرف على توزيع الماء والفاكتوره داخل الدوائر السقويه. لي زون دو بوتيت اي موين هيدروليك عندهم نظام تقليدي افيكاس دو جيستيون دو لو داخلي، ما محتاج لهم فيها لا اجهزه الدوله ولا والو. دابا الطامه الكبرى وما سمى وما انعته انا شخصيا بالقنبله المؤقته في القطاع الفلاحي، 700,000 هكتار ديال ليريغاسيون انديفيديوال اللي كلها سور لو بومباج سور لا ناب فرياتيك. هذه هي الخطوره الكبرى اليوم، ما عندها لا حاسب ولا رقيب، ولن يمكن لنا ان نراقب هذا الشيء لانه عبر التراب الوطني خرج. دابا راه كاين لو بومباج كاين في لي بيريمتر اللي كيف دوكا لا لو بومب دوكا لا كونتينيو ا برودوير دو لا بيتراف دو ماريشاج بار بومباج ان انتيريور دان بيريمتر اميناجي. وخرج داك الشيء واللي وقع هو بالتحفيزات الماليه ديال المخطط المغربي الاخضر العشوائيه في نظري، دفعنا الفلاحه باش يمشيو نحو استغلال مكتف ومفرط وخطير ديال المياه الاستراتيجيه ديال ناب فرياتيك. هذه ميزانيه الدوله دعمت سي سكو نابيل لي زيفي بيرفير. اش وقع هنا؟ فين اهميه تقييم في السياسه العموميه؟ مهم جدا. وكاين نعطيكم بزربه العدد ديال الامثله التي تفرض علينا باش نعطيو العنايه الكافيه لتتبع وتقييم السياسات العموميه. اش وقع دابا؟ قالوا المخطط المغربي الاخضر انحق، غادي ندخلوا فيه ما يسمى بالبرنامج الوطني للاقتصاد الماء الرزقي، وهذاك البرنامج راه تهيئ قبل المخطط الاخضر باش نكونوا جوست. راه ماشي المخطط الاخضر، راه داك الشيء راه خدمنا فيه بيان افون مزيان. جا المخطط الاخضر تبنى برنامج اعد من قبل واعطاه الامكانيات اللي ما عمر هذاك ما كان يحصل عليها ياك. اش قالوا باش يدوزوه؟ تيقولوا ودي تمشوا عند الفلاح الشريف، انت دابا تدير السقي جرافيتير تيطلب الماء بزاف، حنا كدوله غندعموا لك الاستثمار باش تحول من لو جرافيتير لكوتاكوت. علاش كوتاكوت؟ لانه يمكن من اقتصاد واحد 40 في بيد الماء. الى عندك قل من 5 القطارات تندعموك 100%، عندك كثر تعطيوك 80% بما فيهم دوك، وكاين تلاعب في الفاكتورات وتيولي في سيبونسيون 100%. على ما حال هذا نقاش اخر. الفلاح استنى اوبورتينيست كوم نوتوس، تجي هذا ما يفلتهاش. شد قالوا له دي الجرافيتير، وهذا الشيء راه درسناه في 2008. يلا هكذا المغرب اخضر، انا اثرت دي ميموار دي بروجي دو فان ديتود وبينا هذا الشيء في عده مناطق، في الرحامنا في الحوز في سايس الى اخره. الفلاح تقول له ودي وتتعمل 10,000
متر كوب القطار غندعموك وغدوز القوطة قوطة تبقى تستعمل غير واحد ستة 6000 ونقتصد ربعة. اش دار الفلاح؟ مزيان هاد القط دارها ومن بعد اش دار؟ وسع الرقعة المصرية ولينا تنستهلكو كثر من ما نستهلكو قبل المخطط المغرب الاخر عبر ليكستونسيون دي سوبرفيسي ايكيبي بور لي ريغاسيون بما فيها مناطق لم يكن فيها وجود سقي كاع. والاكثر من هذا هو ما حدك تتمشي السقي اوتوماتيكمون تتحول المزروعات البوريه اللي تتطلب ماء اقل الى منتوجات تنبني بالاساس على استهلاك الماء بما فيها تربيه المواشي. حيدوا الغنم اللي غتتسرح في المراعي وحولوها بقر ديال الحليب. البقر ديال الحليب خصو الفوراج، الفوراج خصو الماء. هذا نموذج حي ديال سكون نابيل لي زيفي بيرفير دي بوليتيك بوبليك. نعطيكم نموذج اخر اللي عشناه بان ملي خرجت نتائج ديال الرصاص ديال رصاص مون جينيرال اغريكول ديال 94 واللي خرج 96. قررنا مع الرصاص مون 74 اش لقينا؟ لقينا المساحه الصالحه للزراعه في المغرب طلعت بمليون ونص، مليون و500 الف قطار. او واش المغرب توسع على حساب شي دوله جاره؟ لا، باقا في نفس الحدود. منين جا؟ مشينا تنقلبوا مليون ونصف هكتار منين جاو؟ كنا في سبعه صدقنا في ثمانيه ونص. اش لقينا؟ لقينا اراضي الماء الرعويه. اراضي الرعويه الناس بداو حرتوها ولا حتى هي مزروعه. وكي داروا؟ علاش؟ علاش؟ جفاف المتتابع ديال اوائل الثمانينات. الملك انذاك رحمه الله لقى خطاب وقال له خصنا لانتونسيفيكاسيون ديال البلي طوندر. 1 مليون دكتار دو بلي طوندر. والدوله حركات الوسائل بما فيها لي سومونس لانغري سوبونسيوني لي بري دو سوتيان لا برودكسيون. الفلاحه تبعوا ولكن اش داروا؟ دخلوا البلي طوندر في بلاصه الشعير اللي تيصبر نصهم دي زادرونهم وهزوا الشعير حطوه في الاراضي الهامشيه. ها سياسه الدوله اللي ما ردتش بالها مولت التصحر اللي راه دابا خدام في المغرب الشرقي. نعطيكم نموذج اخر. ها هو خدام دابا، ها دابا تال من بعد وغادي يقول لك هناك خطاب على ما اعتقد ديال صاحب الجلاله في 2017 تنظن 2017 فاش تكلم على تمليك اراضي الجماعات السلاليه الصالحه للزراعه لصالح ذوي الحقوق و موبيليزاسيون 1 مليون هكتار تعبئات مليون هكتار ديال اراضي الجماعات السلاليه للاستثمار. دابا يلاه كنت انا السنه اللي فاتت مع الطلبه ديال القسم ديال العلوم الانسانيه في المعهد مشيت معاهم لواحد ستاج في الجنوب الشرقي جيت ديال الراشيديه منطقه جبليه مسمريه عرفتوا لي في ديال هذه القضيه ديال التمليك. والناس في الجبل جالسين تيطحنوا في الجبل باش يغرسوا بالقوتا قوت باش نهار اللي يجي يقول لك انا تنستغلها منك هذه. دابا حاليا ناخذوا القضيه ديال توسيع النخيل في بودنيب اللي راه وصل دابا بين 15 و 20 الف قطعه بسند ودعم مالي قوي من الدوله. مشاو لاما ديال لي زوازيس تراديسيونيل كابطاو الماء سون تران دو سيشي لي زوازيس على فال خدام فوالا. دونك اون سو دوموند دابا فين غاديين. انا في اعتقادي باش ربما نلخص ياك ما طولت وباقي الكثير ما يقال. اعتقد اولا بالقناعه ديالي باننا نحن نعيش ماشي نعيش دزنا من مناخ الى مناخ اخر اصعب بكثير مما كان عليه قبل. هذه الاولى. الثانيه خصنا نتسالوا ما مآل الفلاحه المغربيه مستقبلا. وانا لا اشاطر بعض الاخوان اللي تيقول لك سو كينو زامبورت فلو
c'est sa valorisation en termes de dirham par mètre cube. أعتقد هذا لا يعني بأنه جيفاكو كومبليتمون هذه القضية. واش خصنا نحطوا لا رونتابيليتي فرواد او سونس ايكونوميك هي لو بارامتر الون دوكيل اون دوا ايفالوي لا لوكاسيون دي ريسورس او نو ولا اون دوا ميتر ان اوتر اوبجيكتيف الامو الذي لا يتنافى بالضرورة مع هو توفير بطريقة مستدامة الحاجيات الضرورية للمغربي أينما كان وكيفما كان جنسه ولونه أو كذا أو كذا. هذا لا يعني بأنه ما نصدرش إلى لقيت المناطق المعنية باش فالوريزي أو سونس إيكونوميك مزيان. وأنا من المسائل اللي أعتقدها ليس بإمكاننا، لم يكن بإمكاننا ولن يمكن مستقبلا باش نوفروا جميع المواد الاساسيه للاستهلاك ديالنا ديال الاكل. لوتوسوفيزونس ما يمكنش. اذا هنا بالنسبه ليا لوبليغاسيون لامبيراتيف دانفيرسي لابروش، لازلنا مستمرين للعمل على العرض ديال الماء رغم الهضره وداك الشيء. دون لي فيت باقل في لا بوليتيك دو لوفر. انا شخصيا اعتقد بانه بشحال هذه ودابا اكثر خصنا نقلبوا الايه الفو اتاكي لا دوموند. لا دوموند دو لو فين؟ وتا هذه القضيه ديال القطاع الفلاحي هو اكبر مستهلك 80 هذه موين مونديال زعما سي با خاصيه ديال المغرب. اما بجميع الا بعض الاستثناءات تلقى 60% استهلاك الماء في الفلاحه في العالم كله على المستوى الكوني ديال الارض 60% ديال الماء الحلو لودوس تمشي للفلاحه. هذا دم. ولكن التساؤل هو اش تنجو به ولاي اهداف؟ انا باش نلخص هذه القضيه ديال اي استعمال للماء في المغرب مستقبلا هو خصنا يكون غنختزلوا في كلمه ولا جوج، خصو يكون استعمال منصف ايكيتابل سيتو ايكيتابل اي دورابل ايكيتابل تجاه جميع الكوان المكونات المجتمعيه ديال بلادي ودورابل بور نو با ايبوتيكي لي دروا دي جينيراسيون فيتور ا ديسبوزي دو لو بور ريبوندر ا لور بوزوان. ليكيتي شتا تعني منصف؟ ناخذ دابا المثال ديال تحليه الماء البحر اللي راه دابا في الشتوكا اي جا الدوله اللي استثمرت بشراكه مع القطاع الخاص. ولكن شنو هي تكلفه الانتاج ديال ذاك الماء؟ وشحال تيخلصوا دوك المنتجين؟ وهذوك نفس المنتجين ما تيخلصوش الضرائب معفيين. فين هي ليكيتي هنا؟ واش تتوضع الماء الصالح للشرب في خطوره لصالح فئه معينه؟ فين هي ليكيتي؟ كي تي اون اوبليغاسيون دي بوفوار بيبليك دو فيي ا ليكيتي دو لوزاج دو لو. مزيان دير داك الشيء اللي بغيتي ولكن خلص خلص الثمن خلص الضرائب مزيان. اما دابا تتعطيه لي سوبونسيون دير له الاستثمار لاستنزاف موارد اللي هي ضروريه للحياه ماشي غير لا. فبالتالي قضيه ديال الطلب هذه ما خصناش نتناقشوا فيها. ونعطيكم الريفيرونس اللي تتبين وسي واحد الحاله بحال ان ساندروم ولاد المغرب دوبي كيلكو طون. ان ساندروم جوان شهر يونيو 2001 اخر اجتماع ديال لو كونساي سوبيريور دو لو اي دو كليما اللي تكلم عليه الاخ راه من 2001 مجتمع في هذاك كان في اكادير فيه لقى صاحب الجلاله محمد السادس يلاه باقي ما كملش عامين كمالك خطاب اش قال فيه؟ اكد على ضروره العمل الكافي باش نموبيليزيو كاع لي زون كوربو ديسبونيبل بوسيبل ولكن في نفس الوقت اكد ودعا الى ضروره تغيير تعاملنا جوهريا مع الماء ومشى بعيد قال لك اعاده النظر في نموذج
الانتاج الفلاحي 2001 2001 نو سومون 2024 ايوا كيس كيس باس وعاودها مرارا وتكرارا وشحال في نفس المده احيلكم على على لي دوكيومون اللي خرجوا من سميتو داك سميتو الفوروم ناسيونال ديال لو ديبا ناسيونال سور لاميناجمون تيريتوار رجعوا لا شارت رجعوا الحوار الوطني ديال راه داك الشيء ما تصوروش اللي فيه هاد الاشكالات اللي مطروحه دابا راه مكتوبه تيهضروا على لو مراسم ديال لي زون بور تيهضروا على لو ريسك ديبويزي لي روسوس اون سو تيران دونك تو سا بور دير يا كيلكو شوز كي با با اي دونك il faut interpeller la demande ou peut-être انا نتي تبين لي مستقبلا مع هذه المعطيات هو ضروره خفض الضغط على الموارد الفلاحيه بمعنى تنويع الاقتصاد القروي ضروره هذاك والا راه غادي الهويه ما فيهاش ثانيا لما اللي اش غندير بوش غنجاوب فين نهضروا على المناطق انا في اعتقادي حتى هذوك التسعه ديال المكاتب الجهويه استثمار فلاحي ما يبقاش عندها نفس كاين مكاتب اللي غتبقى في هذا الشكل اللي راها وكاين مكاتب اللي غتعطيها توجه اخر ربما للحبوب افيك ليريغاسيون دو كومبليمون وعندنا تحليه ماء البحر تو لو لون دو ليتورال ديال المغرب هذاك ريان امبيش دو مون بوان دو فيو دانفيستير اي لي ديفلوبي لي كولتور ديت اوت فالور اجوتي ولكن يخلصوا الثمن هيتو باغي دير اخويا هذه في الويروج ولا هذا لي دو سالمون دو لو دمير الله يعاونك مي تي باي لو كو ماشي البري لو كو ايكونوميك لو كو فينونسي اي لو كو انفيرونمونتال وصدر هادو راه لا بالنسبه ليا هذا هو التوجه وهذا الشيء كامل غادي ربما في المنظور ديالي انا ربما اخطا غادي نرجعوا لا كاس ديبار المغرب منذ زمان طويل حتى القرن العشرين كان سيتي تان باي باستورال ديال الكسيبه ماشي الفلاح ماشي الانتاج النباتي اعتقد انه مستقبلا الطريقه اللي خصنا نتبعوا هي le développement du système agro-pastoral avec l'agroforesterie, l'agriculture de conservation, d'où l'importance de la recherche agronomique, forestière, etc. هذه بالنسبة لي هذا التوجه اللي ربما خصنا نمشيو فيه.